بقوة. عبد الرحمن، شفنا مانشتات وننتظر المؤتمر الصحفي، خليني قبل مانشتات المؤتمر وش نتوقع فيه؟ هل كان مفاجئ أن يكون في مؤتمر؟ هل الأخبار يعني الأيام الماضية يعني جعلت هذا المؤتمر منتظر بشكل أكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحقيقة يعني ما أبغى أمدح الحقيقة، يعني البدايات الطيبة الحقيقة والمتفائلة والمضيئة في كل قرار أصدر خلال أسبوعين، الأسبوعين الماضيين اللي تولى فيها معالي الشيخ تركي آل الشيخ دفت قيادة الهيئة. الحقيقة بغض النظر عن كل، هو أعادنا إلى الملعب الحقيقة، وهذا شيء مهم جدا جدا جدا. كنا خارج الملعب تماما وأعادنا إلى الملعب وعشنا الحقيقة. أنا شخصيا، أنا بالنسبة لي أنا، وأقولها بكل أمانة، والله ليس نفاقا أو مجاملة أو رياء، وهذه ليس في قاموس الحد، لكن قسما بالله العظيم أن هذا الرجل وهذا الشاب أنه أعادني لبداية الأمير فيصل بن فهد في أمانة، يعني صراحة لأنه أول شيء عنده حزم وعزم، وكثير من القرارات لو كان واحد في مقامه ممكن ما يتجه إليه الحقيقة، لأنه عندنا في فترات سابقة كان المسؤول وخصوصا في الرياضة غالبيتهم ارتهنوا للإعلام، وهذا الرجل لم يرتهن إلى الإعلام، وبدأ الحقيقة بدأ أمانته بسيف صارم وبواقعية أعادت الشارع هدوه، يعني قرارات كبيرة، ومنها مثلا موضوع يعني أبعد كثير من اللغط واللغط اللي هو موضوع إلغاء توثيق البطولات والذهاب به إلى ما يفعله كل دول العالم. هذه الأندية من صلاحيتها ومن كل نادي حق صلاحيته، ومع ذلك كل الأندية راضية ببطولاتها، ومع ذلك برضه هذا هدف الشارع الرياضي. أيضا بالنسبة أنا لي شخصيا، لأول مرة أجد منتخب المملكة العربية السعودية في الرقم واحد والأندية في الرقم اثنين أو ثلاثة الحقيقة. يعني كل ما حدث خلال الفترة الماضية حراك للمنتخب. أيضا يعني من الأخبار اللي أنت السارة الحقيقة واللي كانت سابقا كانت من الاستحالة بمكان أنك حتى يتم الإيماء إليها، مجرد إيماء اللي هو موضوع لاعبين المنتخب. يعني تخيل تقول لاعبين المنتخب من أول يروحون شهرين. يا أخي وصلنا يوما ما من 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 الارتهان الحقيقة للكبار في الأندية إلى أنه لاعبين المنتخبات وبالذات المنتخبات السنية والأولمبي إلى درجة أن النادي كان يتحكم، ومع ذلك لا يرسل لاعبيه إلى خدمة الوطن في كثير منتخبات، وكلنا نذكر ذلك. الآن ابتدأنا الحقيقة، ابتدأنا بقانونية وركيزة العمل الصادق والعمل اللي هو المؤسسات الحقيقة. موضوع إحالة ملف نادي الاتحاد، وأنا متأكد برضو في ملفات أخرى ستلحق بنادي الاتحاد، هذا الحقيقة الآن بداية الشرارة. الآن يعني الله يذكر بالخير محمد رمضان يقول 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 فجع الذيب ولا قتله. الحقيقة الآن يبدو لي أن الذيب مفجوع، ويبدو لي أن عندي أخرى تنتظر القتل، تنتظر طبعا لا ما نقول القتل الذي العتب المحاسبة وإعادة البوصلة إلى ما نرجوه ونتمناه، لأننا وصلنا الحقيقة من فوضوية خلينا نقول، طبعا ما نقول المال السايب، لكن فوضوية أنه رئيس النادي يأتي إلى النادي وهدفه أمامه هدف واحد، أن يأخذ الكيكة ويغرق الكيانات ويبقى الطوفان فيما بعده سنوات. تركي آل الشيخ سيوقف هذا الطوفان، وأنا أقول يا معالي الرئيس الله يبيض وجهك، الحقيقة أعدت لنا ألقا وبياضا كنا ننتظره. طيب. من بعيد. طيب.